تمكنت مصالح أمليت إليزي بتفكيك جماعة أشرار مختصة في سرقة المنازل عن حيثية القضية. وبدأ تلقي المصلحة الولائية الشرطة القضائية بأمن ولاية إليزي لعدة شكاوي من طرف مواطنين يقطنون بمدينة إليزي باش مفادوها هذه الشكاوي تعرض مساكنهم للسرقة. أين قامت ذات المصلحة بمعية عناصرها من تكثيف عملية البحث والتحري؟ أين تم توقيف شخصين يبلغ من السن التوالي 19 سنة و23 سنة؟ ما استرجاع جميع المسروقات؟